What's up gamers, معكم وزاب في فيديو جديد. اليوم شو اوريكم كيفاش نحل البي سي بتاعي كل صباح ولا هو كل عشية، خاصة في فصل الشتاء. مش نورمال، راهو غير عادي. البي سي بتاعي تخش عليه كهربا مزروط تخدم فيه، مفهمتش علاش يبدا في الحالين. وكيما تشوفوا عندي نورمالمون تظهر لي ستة ان وستة دو وحكيت بعدها حتى الان تظهر لي كان ستة ان نورمالمون. مش تظهر لي خانستنا ان شاء الله بركة مستنويش ساعة كاملة وقيلة انتكس اي كاسك ب اي باباي باي ما ظهرش ستا دو، فاللي ذا مش نعمل كنترول ديلي في ذا، باش نسكرو من البوطون. عاود حل هاي نقعد نعملو هكاكا لين تظهر ستا دو. وقت تظهر ستا دو ننزل كنترول ال ديليت، هذاك هو الحل باش يتحل البي سي بي ستا ان ان شاء الله اليوم. تحسني حال الفلاش والفلاش جاي في الكرون، ان شاء الله بركة تجي صافية واضحة معناها في الفيديو. ما زيد انا حال الفلاش يمكن طبت شوي، مش طبت شوي، طبت برشا في الحالين تاعو ما حبش يظهر. فاللي ذا باش نعاود نسكرو من البوطون ونعاود نحلو باهي. بي سي مقلق، هذا هو الكسيبة لو حالا كان كسر نقعد بلاش لا فيديوهات لا جيمينج لا شيء. اكيك نقعدو على الحديدة. ان شاء الله اليوم حتى الان فيديو قعد 3 دقائق نورمال، مو هي 3 دقائق. يا ربي ما حبش يظهر تشبيه والديه الستة دو. يا يدي رقد طاير يدي ساتا ام بيه ناي بابا هاي بي سي هذا يا سيدي نعم بيه الريندرينج ونعم بيه اديتينج ونعم بيه ريكوردينج كل شيء حاصل. كان بلاش هذا ما نعملش انا يا صحي. اي عان اي عان اي عان خف خف كينو كثر له شوي. سات ان ديفايس ها ليس تظهر سات ادو هاي وقتيه اسمع لازم يركب لي العصبة ذي يكون منحلو فهمت شو محلها الكلافيه لفي جيمر تو بريسك درج ما حبش يتحل باهي برشا. مش نقص منه الفيديو الجملة يمشي
والله غيرني باش نضرب البي سي نطيشو والديه الكلب عشيك ما نحبش نضرب. كبشت لي في الساتا هاي وين الساتا دو هاي يا بابا هاي ربي يسر انا اقعد نص ساعة اخرى اما ما كان سخون البي سي مريقل يولي ديما يخدم معنى كي تسكرو كي تخليه نص ساعة بعد عاود تحلو وترجع يخدم مريقل اما في الصيف ما يعمل لي الجملة ذي شبي والديك يا يا في الصيف يا ولدي يخدم تصلي على النبي يا ولدي تنزل من البوطون يخدم ريقل ما فهمتش عليه غريبة والله تو الفيديو قعد 6 دقائق قريب باش يولي 7 دقائق اي ضاي مشي اي حناناي يلهم ولدي يو يو ينان يمشي فضني فضني كتلة خردة والله ساتا اي كمل ساتا دو خل نفرح هذا قلت جي ساتا دو نفرح تعرف اليوم انا من قريب يتحل ركبني العصب مريضي خل نجربو كنترول ديليت اتو تشوفو معناه تو بشي تعدى فيسا فيسا عموش يحط لك ساتا دو اسك فيش يتعدى فيسا اه لا او مش تو بشي تعدى فيسا نقولكم اختي يتك اي تو تسمى اسرع مقبليك به انزلنا كنترول ديليت مرة اخرى عايز تو كيفاش يتعدى عموش شكبتي الساتا دو ديل وذيت كما قلت لكم اسم البوتون لين كابتي ستة دو هيا خردة هيا تو بريسك 8 دقائق قريب نعملو درجين يا الهي لازم برجولي الفيديو ذي بارتاجيوه برجولي والله اللي بي سي جيمر غير عادي ذي في بونتيم دي كما نشوفه معنا بونتيم دي احسن احكي فيه الكارت جرافيك انفيديا جي فورس 210 نورمالمون حكي هكيك في كان 2 جيجا رام يحب له انا يبي خلنا نبقاو شوي ونعاود ننزل على البوطون بوطون يمشي يمشي جاي الزحي ان شاء الله يكبتها الساتا دو ان شاء الله اليوم حاسو مش يتحل جملة البي سي هذايا هيا ستة دو هيا ستة دو هيا ستة دو
Estou detecting. شيء. عاود تسكر من البوتون. من البوتون تضربها ببونية. تضربها ببونية. ويلي نمه. هيا ساتردو هيا ساتردو ان شاء الله اليوم ان شاء الله اليوم باش نعمل راب انا تو سماء مانيش قاسمها فيديو جملة تو تشوفو حب كيما مش تقولوا لي معناها ملصقة الفيديو معناها ورا بعضو نعرفش كيفيه اما راني ذايا راي صحيحة الحكاية ذايا I'm not lying. فهمت هذا هو البي سي نتاعي ما حبش كابتي والدي نمو هسه السماء بهامش نكليك مره خلينا نجربو ذي العالم تختفش ستة دو ها وجهي كان خطفت بكنترول دي دي ها وجهي كيما قلت لكم لازم من البوتون ربي صبرني وكا والله بس كان جاي واحد راه في عوضي راه مش جاب له مطرقة راه عفصو بكهربا هيا ستة دو هيا ستة دو هيا ستة دو تو عملنا 12 دقيقة وما زال ما زال وقيل ان شاء الله في الريندرينج فيديو ذي ما تقعدش ساعتين زاد صحي مش مبيتو لنا وقيل اي يرحم بوك اي يعني ابا هي صحي ايه نارك ايوه فدتني نان نزلت كنترول ديليت خلينا نشوفو العالم تختفش ساتا دو هكيكا ملحيت بجربي بارتاجيو عملوا لايك عملوا كومنتير يودي عملوا اللي يحبوا عليه مو بارتاجيو مع بعضكم شوفوا الحالات تاع البي سي جيمر محلاها بي سي هذي ديجا عنده برشا راه اما ديما ذي الحكاية ذي كيما قلت لكم يعملها كيما في الشتاء معنى سيف عادي يفهم انتي معنى الحمد لله وليه 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 خطوة الستة دو تو نبدأ وننزل كنترول ال ديليت نوخد ننزل كنترول ال ديليت كنترول ال ديليت لين ندخلو للسيستيم ب تو كنترول الديليت ب نورمال سي بون بشي يخدم تو اسيلو خلينا نشوفو الوقت تاع الفيديو قعدت قريب ربع ساعة 14 دقيقة ولي خطف ويديه الكلب الحمد لله كيما تشوفوا عندي ويندوز اكس بي الحمد لله كان عجبتكم فيديو لايك شير سبسكرايب ملتقانا الفيديو الجاي بسلامة